هذا المحل ديال الزوج ديالي الله يرحمه، وباش كنعيش انا، انا ارمله وعندي بنت دابا تقريبا خلاليه، كانت عندها 4 سنين ونص، دابا عندها 7 سنوات. يعني انا المعيل الوحيد وهذا الحانوت، وباش كنعيشوا. مشات لي واحد 8 ديال المليون ولا 9 ديال المليون ديال 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 الدرهم ديال السلعه ديال الصباط. دابا ما كاينش اللي يعوضني، يعني من غدا انا ما عنديش، دابا انا ما عنديش باش ناكل وباش نشرب، ما عنديش. وعندي الطريطه ديال البنكه باش نخلص هذا المحل، هو اللي كيخلص لي كلشي، هو اللي كيقضي لي العيد، كيقضي لي رمضان، كيقضي لي كلشي، هو المعيل ديالي، هذا بحال الاب ديالي هذا الحانوت. السبب راه السبب ديالو كاين هنا المبيت، كاين كاين الله يحسن العون، الله يعفو على الجميع، كاين بزاف الحوايج، الدعاره، كاين شحال من حاجه. يعني الناس هذا يعني غادي يكون حريق مفتعل، وربي اللي كيشهد على كل واحد، والسلطات راه كدير خدمتها، والله يجازي الشرطه والناس الوقايه المدنيه والناس اللي وقفوا. يعني راه الناس راني كاين اللي ما ناعش، كاين اللي ما ناعش وما واكلش، واقف غير بالقدره ديال الله سبحانه وتعالى. يلا كي نديرو، قولوا لنا نتوما كي نديرو. دابا حنا المحلات ديالنا مشاوها، مصدر الرزق مشى، اشنو نبات في الزنقه؟ يعني الا ما خلصتيش الطريطه ديال البنكه راه غدا يقولوا لك خرجي خلصي، كيعرفوا خلصي. المحل هو مشى، هو اللي كيخلص ليا كلشي، هو مشى، هو يديا، هو رجليا، هو عينيا، هو كلشي مع بنتي. والله هو المعين وهو الرزاق، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهاد الناس الله يجازيكم بخير، ديروا معنا حل، ديروا معنا حل، يا اما تسويات الوضعيه، يا اما نشوفوا المحلات ديالنا فين مشاو. الخسائر اللي وقعات في هاد السوق اللي تحشرت فيه العافيه البارح مع 12 ونص الليل، يعني تحرقوا حوالي 20 محل، وكل محل فيه واحد الخسائر كثيره ديال 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 الماديه. الحمد لله على لطف الله انه ما كانش خسائر بشريه، هذا هو الحمد لله. ولكن ما كل مره تسلم جره، يعني هاد السوق ضالوس، حنا توالفنا انه كنتحرقوا، يعني كنتحرقوا جوج مرات في العام، يعني توالفنا مع هاد الامور هذه. ف يعني يعني اللي كنطالبوا حنايا كتجار سوق دراس، اللي وناكدوا عليه انه في 2002 في اواخر ديال 2002 يعني خرج واحد السوق نموذجي لاعاده هيكله هذا السوق ديال البراكه، ولكن مع كامل الاسف يعني مشى في الطريق اللي عوجه، استفاد من لا حق له ان يستفيد، استفاد الدخلاء، استفاد الاعضاء، استفادوا الزوجات ديال الاعضاء. وانا هذا الملف راه كيحيني الملف اللي واقع دابا ديال المحاماه، لانه كاين اعضاء اللي استفادوا بالعائلات ديالهم، كنلقاو واحد الاسم ديال واحد العضو ولا مجموعه ديال الاسامي كنلقاها متكرره 3 ولا 4 المرات، ناعمه يعني سعد سعيده. يعني هذه الامور هذه كلها كاينه، استافدوا الناس اللي ما عندهمش الحق يستافدوا، واستافدوا الاعضاء بالدرجه الاولى، لانهم هما اللي كانوا في المجلس ديال 2002، يعني تصرفوا في هذا السوق بطريقه اللي بغاو هما، وداروا في حمله انتخابيه ديال 2002. وحنا نعاني ولا زلنا نعاني وغنبقاو نعاني، فنداءنا الى كل الضمائر الحيه ان هذا المشكل ديال السوق دراس يتفتح فيه تحقيق، لانه ارتكبت فيه خروقات، ويقلبوا لنا على الحلول باش نحيدوا من هذه المهزله وهذه البؤره السوداء اللي كاينه في الحي الحسني. اللي الحي الحسني اليوم راه قطب مالي وحضاري كبير، يعني ولا دولي، ولكن بقى في هذه النقطه السوداء. فالمسؤوليه كل مسؤوليه، اي واحد عنده المسؤوليه، وان اي واحد يقدر يدير يد الله ويحل هذا المشكل، فنناشده من هذا المنبر.